ده البيكسل 8 برو والتليفون ده انا بستخدمه دلوقتي بقالي اكتر من شهرين وعكس ما كنت متوقع بس انا عجبني استخدام التليفون التليفون اتحسن بحاجات كتير عن البيكسل 7 برو بس في حاجات برضو لسه ما ودول هنتكلم عنهم بالتفصيل بس اول حاجه تعالوا نتكلم ايه اللي اتغير في الشكل الخارجي عن البيكسل 7 برو اول حاجه التليفون هنا الشاشه بتاعته بقت فلات مش منحنيه على الاطراف ومن ورا الفريم بتاع الكاميرات دلوقتي مش قاسم كاميرتين وفاصل كاميرا عن بعض دلوقتي الثلاث كاميرات محطوطين في نص الفريم وفي هنا جزء جديد هو الترمومتر. انا مش عارف مين اللي هيكون محتاج ترمومتر على التليفون ما ان في ناس هتبقى ماشيه وبتقيس درجات حراره مختلفه هنا في اوبشنز كتير مثلا تقيس درجه حراره مياه تقيس درجه حراره سطح سوليد او سطح متل مفيش اوبشن ان انت تقيس درجه حراره انسان لكن ممكن تخليها على الجنرال وتجرب ان انت تقيس درجه حراره وتعالوا نجرب دلوقتي انا دلوقتي هقيس درجه حرارتي المفروض تبعد الثرمومتر عنك 5 سم تقريبا كده طالعين درجه حرارتي 32 انا متاكد ان انا درجه حرارتي مش 32 فده اوبشن يبقى اسمه اللي احنا ضفنا اوبشن جديد في التليفون مش اكتر ومن الحاجات اللي اتغيرت في البيكسل 8 برو ان البطاريه هنا بقت اكبر شويه عن البيكسل 7 برو وكمان هنا الرامات بتيجي بالستاندرد البيز بتاعها 12 جيجا وطبعا تليفون جديد يعني جايب معالج جديد ومعالج من جوجل دي النسخه الجديده من التنسور التنسور جي 3 والاستخدام بتاعه كان كويس جدا في الاستخدام اليومي التليفون الاداء بتاعه كان سلس جدا في التصفح كان سلس جدا وسرعه تردد الشاشه بتاعته هنا متغيره من 1 هرتز ل 120 هرتز على عكس السنه اللي فاتت التليفون يا اما 120 هرتز او 60 هرتز لكن هنا في اختلاف في تردد السرعه، وهنا مفيش التعليقه اللي بتحصل لما التليفون بيتغير تردد السرعات بتاعته، دي انا حاجه لاحظتها ودي من الحاجات اللي عجبتني في التليفون، وشاشه التليفون هنا حجمها ما اتغيرش هي 6.7 انش، والازاز اللي عليها الجيل التاني من جوريلا فيكتوس، جوريلا فيكتوس 2 جلاس، وكمان هنا اللي حاجه اللي انا استغربتها ان الريزوليوشن بتاع الشاشه هنا اقل من ال7 برو، اقل حاجه بسيطه من ال 1440 بي اللي كانت في ال7 برو، بس الشاشه هنا اولد وبتوصل البيك برايتنس بتاعها السطور بتاعها بيوصل ل 1600 نيتس و 2400 نيتس بيك لما بتشغل حاجه عليه اتش دي ار والسطوع بتاع الشاشه كان كويس انا استخدامه بره في الشارع وتحت الشمس الاستخدام برده كان كويس بياخد وقت اطول شويه عشان لو التليفون سخن السطوع بتاعته يقل لكن في الاستخدام العادي التليفون هيكون كويس معاك مفيش مشكله الوان التليفون برده كانت كويسه انا فاكر ان قبل كده كان لازم تخش في الاعدادات وتغير الكالر بروفايل عشان تاخد الوان دقيقه لكن الالوان هنا ستاندرد من غير ما تغير فيها اي حاجه الالوان بتاعته كانت كويسه جدا هتستمتع بالمشاهده المحتوى فيديوهات والاكتر حاجه عجبتني فيه وتحسنت فيه هي السماعات لو تفتكروا في الريفيو بتاع البيكسل 6 برو وال7 برو كنت دايما بقول ان السماعات اللي تحت هنا صوتها اعلى من السماعات اللي فوق بشكل كبير وعشان كده انت لما بتتفرج على تليفون ما بتسمعش الصوت السراوند بتسمع صوت جاي اتقل او اكبر او اعلى من ناحيه واحده المشكله دي اتحلت هنا انا شايف ان الاثنين تقريبا بنفس العلوم فانت لما تتفرج على حاجه هيديك نفس الاحساس السراوند لكن هنا التليفون ما بيدعمش الدولبي اتموس او الدولبي فيجن بس بالنسبه لي سراوند ساوند في تليفون فهو حاجه كويسه جدا وفي التليفون ده قارئ البصمه اللي تحت الشاشه هو اوبتيكال وتقريبا في نفس المكان بتاع البيكسل 7 برو والاداء بتاعه كان كويس جدا والاداء بتاعه كان سريع بس يفضل حاجه برضو اللي مكمله معانا من البيكسل 6 والبيكسل 7 برو مفيش اوبشن ان انت لما تدخل الباسكود يدخل على طول لازم تدوس انتر ودي حاجه من الحاجات اللي البسيط اللي هو تحس إن أنا بتلاكك على التليفون بس وقت مثلا ما تحتاجها او وقت ما انت بتدخلها وانت مستعجل هتكون حاجه سخيفه بالنسبه لك والتليفون ده انا عملت عليه الاختبار الجيمنج اللي هو لمده ساعه متواصل لكن بعيدا عن الاختبار انا التليفون ده انا كنت بلعب عليه تقريبا شبه كل يوم بس بلعب عليه اللي هي لعبه بوكيمون يونايت ودي الاحتياج بتاعها ما كانش كبير ولا البرفورمانس بتاعها كان محتاجه برفورمانس قوي لكن الاداء بتاعه كان كويس جدا وسلس جدا وما كانش فيه اي مشكله معايا لكن في اختبار الجيمنج الحاجه اللي انا لاحظتها ان التليفون ده وانت كل ما الوقت بيزيد وانت بتلعب عليه كل ما تحس بتاعه التليفون لدرجه ان انت تحس ان خلاص انت ايدك مش مرتاحه من كتر ما التليفون سخن وعشان الموضوع ما يبقاش بس احساس تعالوا نشوف الارقام التليفون ده في بدايه الاختبار ده درجه حرارته كانت 22 درجه مئويه وبعد ساعه متواصل من الجيمنج درجه حرارته طلعت ل 38 درجه مئويه وده من اعلى الارقام اللي انا سجلتها مؤخرا اما بالنسبه للبطاريه ففي اختبار الجيمنج لمده ساعه متواصل انا بدات الاختبار والبطاريه كانت 100%

بعد ساعه متواصل البطاريه نزلت ل 83% يعني التليفون البطاريه بتاعته نزلت 17% في ساعه متواصل اما اداء البطاريه في الاستخدام اليومي بصراحه البطاريه بتاعه التليفون كانت كويسه جدا الاداء بتاعها احسن من البيكسل 7 برو واعتقد انها هتكفيك اليوم كامل من غير اي مشاكل وهي تقريبا ممكن توصل معاك لحد 9 ساعات استخدام وانا في الايام اللي انا استخدامي فيه ما كانش كتير البطاريه بتاعه التليفون كانت بتقعد معايا يومين ونيجي بقى للكاميرات الحاجه اللي ناس كتير بتبقى مهتمه بيها انا طبعا عملت فيديو مقارنه كاميرات بين بينه وبين الايفون 15 برو ماكس واتكلمت في كل ظروف التصوير في الفيديو وتصوير الصور في ظروف المختلفه بالتفصيل وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن وفي مقارنه الكاميرات انا اختبرت الحاجات البيزك يعني انا واحد بفتح الكاميرا وبصور على الاثنين ما غيرتش اي حاجه ما لعبتش في اعدادات ما دخلتش في الحاجات وفي الخواص اللي موجوده في البيكسل 8 برو لان البيكسل 8 برو دلوقتي فيه خواص كتير وبيستخدم الذكاء الصناعي في التصوير سواء في تصوير الصور او في تصوير الفيديو وحتى مش بس في التصوير لا وكمان في التعديل وال عليين. والحاجات دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل لكن في الاول خلينا اديكم انطباعي على ان واحد هيمسك التليفون يفتح الكاميرا ويصور الاداء بتاع التليفون في الصور الاداء بتاعه كان ممتاز جدا وكان عاجبني في الصور العاديه بالكاميرات الرئيسيه الثلاثه لون البشره كان كويس واللون الاحمر كان مظبوط بتهيالي اظبط مره عن السنين اللي فاتت الدايناميك رينج بتاعه كويس التفاصيل فيه كويسه والكاميرا الالترا وايد دلوقتي بقت 48 ميجا بكسل يعني تديك تفاصيل اكتر في الصور الاداء هايل في الصور لحد ما تيجي ان انت تصور بيه بورتريه تصوير كان سيء جدا فعلا صورة ما أقدرش استخدمها ولا حتى اسيبها عندي اللي انا شايف برضو ان على التليفون ده ان انت ممكن تصور صورة عادية وتحولها البورتري بالايديتنج بالاي اي بتاعه احسن بكتير جدا من ان انت تصور صورة بورتري بالكاميرات الرئيسية بتاعتهم لكن اللي فاجئني هنا ان تصوير البورتري بالكاميرا السيلفي كان مظبوط جدا واكتر حاجه احبطتني ان هما مش بيستخدموا الكاميرا التليفوتو بتاعته في تصوير البورتري لان الكاميرا التليفوتو دي من احلى الصور اللي انا شفتها الكاميرا التليفوتو التفاصيل بتاعتها كويسه جدا الالوان بتاعتها كويسه عزل الخلفيه بتاعها شكله طبيعي وشكله ممتاز فانا مش عارف ازاي هما مش قادرين يستخدموا الاداء بتاعها في تصوير البورتري لان ده هيديك اداء احسن بكتير جدا من انت تبقى تصور بورتري بالكاميرا الوايد بس وهنا الكاميرا الوايد بعملين عاملين نفس الخاصيه بتاعت الايفون ان انت تقدر تصور بالكاميرا الوايد بال1 اكس وال2 اكس بيعملوا كروب في السنسور نفسه عشان يديك بعد ثالث او كاميرا زياده على التليفون والاداء بتاعها برده كان كويس ودي تقدر تصور بيها في الصور وفي الفيديوهات وفي تصوير الصور في الاضاءه الضعيفه انا برضو عجبني الاداء بتاعه الالوان معالجه الاضاءه معالجه السماء الحاجات الغامقه والحاجات الفاتحه الدايناميك رينج الاداء بتاعه كان عجبني جدا وكان احسن بالنسبه لي من الايفون 15 Pro Max وطبعا تقدروا تشوفوا كل حاجه بالتفصيل في فيديو مقارنه الكاميرات واداء الكاميرا السيلفي برضو كان عاجبني الالوان فيها كانت كويسه اللون الاحمر فيها كان مظبوط في تصوير الصور ولون البشره فيها كان مظبوط وطبعا ناس كتير بتسال هو الاداء بتاعها هيكون عامل ازاي على السوشيال ميديا وعشان كده انا اي تليفون بجربه ببقى عامل له هايلايت في الستوري هايلايتس بتاعتي على الانستغرام وبنزل بيه صور وفيديوهات متصوره بالتليفون عن طريق التطبيق وعن طريق الكاميرا وبنزلها على التطبيق نفسه اما في تصوير الفيديو الموضوع كان مختلف مش سيء زي قبل كده لكن برضه هو مش احسن حاجه انا شايف ان هو اتحسن وتقدر تستخدمه بس زي ما قلت في فيديو مقارنه الكاميرات لازم تكون عارف نقط الضعف ونقط القوه بتاعتهم وامتى هيقدر يطلع لك صور كويسه صوره كويسه في الفيديو يعني لان في اوقات كتير ممكن تلاقي الوايت بالانس بتاعه مشفت الالوان بتاعته باهته على حسب الاضاءه التفاصيل فيه مش احسن حاجه لون البشره مش احسن حاجه فيه لكن طبعا مثل جوجل بيكسل ان انت من قبل ما تصور ممكن تغير الوايت بالانس زي ما انت عايز وتحدد الوايت بالانس اللي انت محتاجه ده اوبشن كويس جدا لو انت بتعرف تحدد الوايت بالانس بالظبط هيكون عامل ازاي بالنسبه لك والكلام ده ينطبق برضه في تصوير الفيديو بالكاميرات الرئيسيه وفي تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي لازم تكون عارف بالظبط الوضع او الاداء بتاع التليفون هيكون احسن في اي اضاءه في اي وضع تصوير لكن ده مش هيكون التليفون اللي انت هتاخده وتصور بيه اي فيديو هيطلع حلو وفي اختبار تصوير الفيديو بالبورتري الاداء بتاع التليفون برده كان سيء جدا العزل الخلفيه مش مظبوط الحواف بتاعتي ما كانتش مظبوطه حتى الكواليتي بتاعت الصوره نفسها ما كانتش احسن حاجه وانا شكلي كان مباكسل وكان فيه الحده فيها زياده الاداء بتاعها كان سيء وما اي حد ان هو يستخدمها وهنا مفيش تصوير فيديو بورتري بالكاميرا السيلفي بس بالكاميرا الرئيسيه ومن الحاجات برضو اللي انا اختبرتها وما عجبتنيش الاداء بتاعها هو الثبات في تصوير الفيديو سواء الفيديو العادي او في الاكشن مود او اللي هي السوبر ستادي مود الاتنين الاداء بتاعهم ما كانش احسن حاجه مقارنه طبعا بالايفون والحاجه اللي انا استغربتها ان انت لما تيجي تشغل السوبر ستادي مود او الاكشن مود على التليفون ان الفريم ريت بتاع الفيديو بينزل من 30 فريم في الثانيه ل 24 فريم في الثانيه وزي ما قلت كل اللي انا اتكلمت عنه ده هو عباره ان انت بتفتح الكاميرا أب وبتصور وبتشوف النتيجه زي ما هي لكن التليفون ده بيدخل فيه الذكاء الصناعي في حاجات كتير في تعديلات صور في تعديلات الفيديو خلينا نبتدي بالفيديو تصوير الفيديو هنا فيه اوبشن اللي هو البوست اوبشن ولما بتشغل الاوبشن ده بتصور الفيديو عادي جدا مفيش اي حاجه وبتستنى عليه فتره عشان بيتعالج وبعد ما بيتعالج الفيديو شكله بيختلف تماما الثبات بتاعه بيتحسن بشكل كبير جدا اي حته مهزوزه او فيها هزه كتير بتتشال اصلا الفيديو نفسه بيطلع لك من النقطه اللي التليفون شايف ان دي انسب حاجه ما فيهاش هزات كتير والهزات بتتشال التفاصيل بتاعته بقت احسن بكتير من الفيديو العادي الالوان بتاعته ما فرقتش كتير والديناميك رينج برضه ما كتير بس كواليتي الفيديو نفسها كانت احسن وزي ما انتم شايفين قدامكم الفرق ما بين الاثنين ده فيديو متصور من غير البوست اوبشن وفيديو متصور بالبوست اوبشن فانت مع البوست اوبشن تحس ان انت بتصور فيديو بتليفون مختلف تماما بس الفكره ان انت هتستنى لازم فتره اللي هو هيتعالج فيها وللاسف خاصيه البوست اوبشن دي مش موجوده في تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي هو موجود بس بالكاميرات الرئيسيه اما الذكاء الصناعي بقى اللي داخل في تصوير الصور طبعا احنا عارفين الماجيك اريزر بتاع السنه اللي واللي قبلها ان انت لما تعلم على حاجه بتتشال وبتتبدل مكانها ولا كأنها موجوده، سواء شخص في الخلفيه او اي حاجه في الخلفيه، لكن اللي هنا التليفون يقدر يعمله ان هو ممكن يشيل شخص من مكانه ويحطه في مكان تاني، ويغير الابعاد بتاعته. تاني حاجه ان التليفون طبعا غير الايديتنج بتاعه وان انت ممكن تعمل انهانس للصور، ممكن تخلي الالوان فايبرنت اكتر، او ممكن تختار لون معين مثلا وتخليه فايبرنت اكتر، ومن الحاجات اللي بيستخدم فيها الذكاء الصناعي بشكل يعني عبقري ان هو انت مثلا لو بتصور حد كذا صورة أو بتصور مجموعة أشخاص كذا صورة فأنت عارف أنت ممكن صورة اللي هو واحد مغمض صورة إيده ما كانتش مظبوطة صورة مش عارف مين كان فاتح بقه فأنت ممكن في الصور دي تختار الصورة الفريم بتاعها كل حاجة فيها مظبوطة وبعدين تختار الوش اللي أنت عايزه من الصورة اللي أنت عايزها يعني مثلا أنت مثلا هنفترض إن أنت هتعدل على الصورة رقم ثلاثة أول شخص ده ممكن تاخد وشه من صورة رقم واحد، تاني شخص ده ممكن تاخد وشه من صورة رقم أربعة، تالت شخص ده ممكن تاخد وشه من صورة رقم خمسة، ويبقى عندك في صورة واحدة اللي أنت محددها، وكلام ده لو أنت مجموعة أشخاص أو حتى شخص واحد، لأن أنت مثلا ممكن وشك يكون مظبوط في صورة لكن إيدك اتحركت في صورة، فأنت برضه ممكن تعمل كده في الصور على البيكسل 8 برو بعد ما تصور الصورة، فأنت يعتبر كده إن أنت هتقدر تاخد الصورة البيرفكت. بس هل الفكرة دي الصورة دي هيبقى ليها معنى؟ انت كده بتصور او بتحتفظ بصورة مش موجودة، الصورة دي ما حصلتش. فده على حسب ده يرجع لكم، اكتبوا لي تحت في الكومنتس هل انتوا شايفين دي حاجة كويسة ولا حاجة بقت بتدخل الذكاء الصناعي في حياتنا لدرجة إنها هتخليها مش حقيقية؟ أنا أحب أسمع رأيكم وتعالوا نتكلم تحت في الكومنتس عن الموضوع ده. وده كده كل حاجة انتوا محتاجين تعرفوها عن التليفون. ونيجي بقى لأهم سؤال هل يستاهل البيكسل 8 برو؟ هل أنا أنصح بيه ولا لأ؟ انا بصراحة التليفون كان عاجبني جدا وزي ما قلت انا استخدمته اكتر من شهرين بشكل يومي وكنت بتفرج ومستمتع جدا من انا على المحتوى الاداء بتاعه كان سلس جدا الصور بتاعته كانت كويسة جدا وانا شايف ان التليفون ان هو يستاهل ان انت تجيبه وخصوصا كل ما انت عارف ان هي المميزات بتاعته والعيوب بتاعته في ايه والعيوب بتاعته دي لو مش فارقه معاك يعني مثلا في تصوير الفيديو الحاجات النقط مثلا المعينه اللي هيديك تفاصيل فيديو وحشه وممكن تعالجها شويه برضو بالبوست المشكله الوحيده اللي انت ما تخلكش تجيب التليفون ده لو انت بتستخدمها هو الجيمنج لو انت هتجيب التليفون عشان تلعب عليه او تلعب عليه كتير الجيمنج مش هيكون احسن حاجه مش عشان اداء عشان السخانيه بتاعه التليفون وهتضايقك في ماسكة التليفون غير كده انا شايف ان التليفون كويس جدا ويستاهل والتليفون انا شايف ان هو يستاهل اكتر يمكن هو البيكسل 8 العادي لان الفرق ما بينهم في الاداء والمواصفات مش كبير لكن في فرق في السعر فانت لو حابب توفر ومش فارق معاك الكاميرا التليفوتو فانت ممكن تاخد البيكسل 8 العادي ولو عندكم اي استفسارات او تعليقات اكتبوها لي تحت في التعليقات وما تنسوش تكتبوا رايكم ايه في موضوع الذكاء الصناعي في تعديل الصور الصور اللي بتطلع مش حقيقيه دي اكتبوا لي رايكم ايه وخلينا نتناقش في الموضوع ده ما تنسوش لايك وشير وتابعوني عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجايه ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم